والخلق أوسع مما هو مشهور لدى كثير من الناس من حيث حصره في التعامل بين الناس بعضهم مع بعض، هذا جانب من الخلق. وأما الخلق فهو أوسع من ذلك، فهو يتناول هذا الجانب ويتناول ما هو أعظم من ذلك، وهو الأدب مع رب العالمين خالق الخلق أجمعين. ولهذا ينبغي أن يعلم أن من يعبد غير الله أو يستغيث بغير الله أو ينذر لغير الله أو يعطل شيئا من صفات الله أو يخوض في كلام الله تبارك وتعالى بغير علم أو يستهين بشيء من أحكام الله أو ينتقص شيئا من شرعه، من كان كذلك فهو عديم الخلق، من كان كذلك فهو عديم الخلق حتى وإن كان يتعامل مع الناس معاملة جميلة. أين الخلق في إنسان خلقه رب العالمين ثم يصرف العبادة لغير خالقه؟ أين الخلق في من أوجده الله تبارك وتعالى ومن عليه بالنعم ثم يضيف النعم إلى غير المنعم بها والمتفضل، أو يجحد شيء من أسمائه وصفاته أو يستهين بشيء من شرعه وأحكامه؟ فهذه الأمور إذا وجدت في الإنسان فهي دليل على أنه لا خلق له حتى وإن كان عامل الناس بمعاملة جميلة وأخلاق طيبة.